وشنو اللي فرحك فماشي حاجة تفرح؟ والله اللي فرحني هو الموقف اللي شفته في كلية العلوم القانونية. يقول لي هكا نعرفش اسمها هكا ولا العلوم السياسية والقانونية. العلوم السياسية والقانونية هو التصرف معناها الطلبة مع سمير ديلو, مش الشخص في حد ذاته. أنا المزوز مشي وعبت في مكة سمير ديلو. أنا مش عنا مقطع احنا عندنا مقطع من اللي صار عندنا مقطع من صارت لهم نوع من الدقاش. كمل سفيان. قلت لكم يهمنيش في الاشخاص في حد ذاتهم, اما همني الموقف نتاع الطلبه اللي هما طلبه دي جون معناها مو خاطر كل مره تخرج كلام او اخر مشاريعين الاخرين متابعين نهار شكون هذوما طلبه عبروا تلقائيا على معناها موقفهم, وهذا موقف واضح نجم زاد تجاوب به مبارك وجماعه اللي ضد الطلبه. لا 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 وقت اللي انت يا سفيان مثلا الله اللي يقدر عليك تعمل مسرحيه ماستر وفي بلاصه الجمهور ما يجيكش ولا حاجه, يجي ويبدا يضرب فيك ويقول لك ديجاج ديجاج, انا باش نجي ضد. ما تعليش ما يلزمكش تفرح انه واحد قالوا ديجاج وتطرد, مش تجاوزنا احنا الطرد وغير وغيره. ايجا تناقش معايا انت سيد سمير ديلو انت ما تحبوش احصروا في كوان اي نحكي وانت هكا, هو يقول لك انت هكا, هو يقول لك انت هكا, يقول لك انت هكا. فهمت؟ نعرفش كان عندنا مقطع ولا لا من ما عندناش دونك مقطع من الحكايه. سامحني انا ضد سفيان وانا بالعكس. باش نقول لك علاش انا باش نقول لك انا علاش نحس بخيبه امل من موقفك. لا لا باش نقول لك علاش ما يلزمكش تفرح مهما كانت, رغم اللي صديقنا مهما كانت عداوتك الفكريه للشخص ما تفرحش انه تقال له ديجاج. باش نقول لك علاش. ولو انت طردت كيما ما فرحناش اللي عبير موسي قالوا لها ديجاج. لو انت طردت ما كنتش نفرح. نبرر لك موقفي انا وان شاء الله. لا يبرر عندي. لا 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 يبرر. لا يبرر. لا يبرر. انا نسمع فيك 10 سنين. انا 10 سنين وانا نسمع فيك وانت تكذب علي 10 سنين وانت تبيع لي في الوهم 10 سنين وانت تبيع لي في حاجات خايبه 10 سنين وانت تتكلم خذيت الميكروات الكل خذيت الاذاعات الكل في البلايص الكل وانت تتكلم حكيت مرينا منكم الكل كان الجوع والهم والذل والاهانه والمرض ضربنا العنكوش فاش جاي تعمل من بعد سي نورمال باش تلقى ناس تقول لك ديجاج ما حشتش بيك انا ما انت زاد احشم شويه وقت تلقى روحك فما قدام الناس ما حشتهاش بيك رفضين. ناس رفضوك ناس سمعوك 10 سنين راه برشا وقت راه عطاوك فرصه برشا وقت عطاوك وانت ما درتش في المستوى انت ولا غيرك ولا اكس ولا غيرك مانيش هو بالذات انا ننصحب انا في بلاصتي نعتذر والله العظيم نعتذر نحشم على روحي نقول سامحوني راني انا غلطت